خلينا بقى نشوف عندنا نبدأ بكيكة الليمون ازاي، ونروح ونشوف هنبدأها ازاي ونعملها. عندنا المقادير بتاعتنا هتنزل قدام حضراتكم. عندي كوباية وثلاث ارباع من الدقيق، يعني كوبايتين الا ربع من الدقيق، كوبايتين الا ربع. بعد كده 2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر او معلقة ممسوحة من البيكنج باودر. وبعد كده عندنا رشة ملح، 4 عدد بيض، عندي فانيليا، عندي بشر ليمون، عندي ربع كوباية من الزبدة السايحة قدام حضراتكم اهيت، عندي ربع كوباية من زيت الذرة قدام حضرتك اهوت، ربع كوباية من زيت الذرة. بعد كده عندي ربع كوب من عصير الليمون موجود دلوقتي متوفر دلوقتي، وعندنا 3/4 كوباية من السكر قدام حضرتك اهوت. تمام، ده بالنسبة للمقادير بتاعتنا النهاردة. بعد كده عندي بقى الكيكة ديت حلاوتها بعد ما تطلع مش هسيبها وحال، مش هسيبها لحالها، لا، لان هعمل لها كمان شربات، هعمل لها سيرب. عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن سكر، وعندي مية، وعندي عصير ليمون وبشر ليمون. تمام، هسقيها بعد ما تطلع فتدوني تبقى طعمها حكاية، ليمون ليمون يعني. طيب خلينا نشوف عندنا الحلقة نبدأ بيها ازاي. اول حاجة الزبدة طبعا احنا سيحناها، هقوم جايب عندي البيض قدام حضراتكم، 4 عدد بيض، نقوم حاطينهم عندنا في العجان. وبعد كده اقوم حاطط عندي شوية فانيليا صغيرين. تمام، بعد كده هو بقوم حاطط عندي السكر، ونبدأ نخفق الكلام ده كله مع بشر الليمون. بشر الليمون كمان هنبدأ نضيفه عندي على المقادير نفسها. حلو الكلام، بقوم مشغل عندي على السرعة التانية. نبدأ نعلي عليها واحدة واحدة هنا كده، وأقوم جايب عندي 2/4 كوباية من الدقيق وحاطط عليهم البيكنج باودر، وحاطط عليهم سنة الملح البسيطة جدا. ادي قدام حضرتك سنة الملح البسيطة قوي، ونقوم مقلبين البيكنج باودر مع سنة الملح دي. نرجع هنا للباشا، ده عندنا اطباقنا المحترمة اللي احنا نعمل فيها الكيك، وهوريك ازاي الاطباق دي تخش الفرن، وريك الاطباق دي ازاي بتطلع اللون كله نفس الواحد بالظبط، اكنك بتسوي احسن صينية، وفي نفس الوقت الاطباق ديت صحية 100%. طيب نقوم جايبينها ديت، معلقة زبدة هنا ومعلقة زبدة هنا، نقوم حاطينها هنا. طيب نجيب الصاج، والفرن بيكون ساخن على درجة حرارة كام؟ فوق المتوسطة، درجة حرارة فوق المتوسطة. الناس اللي عندها فران وفي مشكلة عندها في، لا بصي يعني خلوش سخن قوي. ما هو اصل في ناس عندها المؤشر ده ضاع عندها. طب هتعملي ايه؟ انت بتجيبيه لحد النص وتقوم مزوده كمان يعني حوالي حاجه بسيطه قوي في الاكرة بتاعت الايه اللي انت بتظبطي منها. لو عندك التايمر 170 او 175 هنا، واقوم حاطط ايه بقى عندي؟ الزيت الذره ببدا انزل بيه الربع كوبايه. وبعد كده اقوم مديها يا باشا الزبده واروشها بقى ربع كوبايه من الزبده السايحه. واللي عايز يضيف لها معلقه كاستر يبقى يضيف لها، لو عايزين تضيفوا معلقه كاستر للدقيق كيكه ليمون عشان تديك اللون بتاع الليمون مفيش مشكله. طيب قلبنا، اقوم فاتح مجرد ما الدقيق عندي خلاص، البيض عندي يعني السكر داب جوه الكلام ده كله، بقوم نازل عندي بالدي والبيكنج باودر وسنه الملح، وعليهم ايه بقى؟ عصير الليمون بعد ما اخفق الحاجات دي كلها. اقوم ضايف عندي بعد كده عصير الليمون. الله الله يا باشا.
ونعلي. مبدئيا بقى الدقيق اللي انت بتستخدميه للكيك جيبيه اللي هو الخاص بالكحك والبسكوت. هو يعني ايه خاص بالكحك والبسكوت؟ هو ما فيهوش حاجه غير اللي هو العرق بتاعه بيبقى قليل. فاهمه ازاي؟ يعني او الدقيق الكب كيك. حلو؟ ما تجيبيش دقيق المخبوزات وتشتغلي بيه كيك. يعمل عرق معاكي وهتلاقي الايه الكيكه ناشفه معاكي. فده مهم جدا يا جماعه في اي كيك احنا بنشتغل بيه. بص الكيكه يا باشا بقى كيكه الليمون نازله عامله ازاي؟ اتفرج على الجمال. يلا يا باشا قدام حضرتك اهوت. وبعد كده نقوم واخدين عندنا على الطبق الثاني الراك برضو درجه حراره 170. تمام قدام حضرتك اهو. انا عايز ابص على كيكه الليمون برضو في الفرن. بص على الجمال بتاع كيكه الليمون. تمام بص عامله ازاي، تطلع كده واحده واحده. تمام ونطلع نبدا نطلع بيها واحده واحده كده، وبعد كده نبدا اللي احنا نوريها لكم ان شاء الله. هنا الشربات احط هنا السكر نص كوبايه مع نص كوبايه من الميه، ده اللي هسقي بيه كيكه الليمون. ونقوم حاطين عليه بشر ايه ليمون يا سيدي. بس تطلع كيكه الليمون نبدا نسقي بيها الكلام ده كله. الكيك يا جمال الكيك كيكه الليمون. تمام سيبها بقى بص طريقه ازاي ولسه كمان هنسقيها في النص. ها لا تمام طلع يا باشا. بص الاطباق ما شاء الله شكلها شيك ازاي. لا وتقدري تشيليها على فكره عادي وتحطيها مفيش اي مشكله خالص فيها، يعني تقدري ان انت تقومي واخداها حضرتك تقلبيها وتقطعيها عادي جدا. طيب هجيب عندي اللوش ونجيب عندنا الشربات بقى اللي احنا عاملينه بالليمون. يا دلع اللون. بص ايه الشربات راح فين؟ خلاص اه الشربات كده ما شاء الله. بص بقى راح فين بقى؟ خلاص دخل جوه الكيكه نفسها. والله عايز اقلب لك كيكه ليمون كده واوريها لك. يلا يا ما انا قلبي جامد ما تقلقش في الكيك. بسم الله صلى على رسول الله. بص يا باشا بص عامله ازاي كيكه الليمون. افتحيها كده من جوه. بص الشربات عامل ازاي جواها. والله بص هتاكلي صوابعك وراها. وادي الطبق يا عم حمدي، ادي طبق راك اهو. حط شويه ميه عليه، شويه ميه سخنه، في ثانيه هتلاقيه طلع في هب وحصل. بص الطبق زي ما هو باللمعه بتاعته بكل حاجه. تمام